فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم من يقول يحرم علي الأكل من هذه الذبيحة إذا جئت عندكم؟ يقول: وهذا الكلام يكثر عندنا في البادية. هذا تحريم الحلال يجري مجرى اليمين، لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. يسمىها يمينا. النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم ماريا القبطية أو حرم العسل على نفسه، قال الله جل وعلا: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، الله غفور رحيم. ثم قال: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، يشير إلى آية الماء، أي إلى آية المائدة، كفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. فالله جعل تحريم الحلال يمينا مكفرة، كفر كفارة يمين ويأكل من ما حرمه على نفسه. الحرام الحلال لا يتحول إلى حرام أبدا، كما أن الحرام لا يتحول إلى حلال إلا عند الضرورة، إذا خاف على نفسه يأكل من الحرام ما يبقي عليه حياته. نعم.